أعزائي المشاهدين، نلتقي بكم مجددا بحلقة جديدة من برنامج العلم للجميع. حلقة هذا الأسبوع ستكون متميزة إن شاء الله باحتوائها على أخبار علمية جمعناها لكم من هذا العالم الواسع، وكذلك فقرة براءة اختراع إضافة إلى موضوعنا للنقاش حول طاقة الرياح. فأهلا وسهلا بكم، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة. الاحتباس الحراري، وما أدراك ما الاحتباس الحراري؟ هو عبارة عن شيلد تحيط بالكرة الأرضية تمنع الحرارة من الخروج إلى الأجواء الخارجية وبالتالي تنعكس. وقد ازدادت درجة حرارة الأرض خلال العقد الأخير، أو من 2012 لغاية هذا التاريخ العشر سنوات الأخيرة، زادت درجة واثنين بالعشرة، وطيلة القرون السابقة لا بل آلاف السنوات لم تشهد الكرة الأرضية مثل هذا الارتفاع الذي سيغير كل الموازين الخاصة، وما نلاحظه الآن من ظاهرة النينو وظواهر أخرى ألا وهي تبعات لهذا التغير. خبرنا اليوم حول محاولة تقليل درجة الحرارة باستخدام تقنيات حديثة واختراعات حديثة، إذ كشف خبير في علم الفلك عن تفكير وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في رش الغلاف الجوي للكرة الأرضية بغاز الكبريت من أجل تبريد الأرض. ناسا طبعا تفكر في خاصية اسمها الجيولوجيا الشمسية، التي تتمثل بإرسال مادة ثاني أكسيد الكبريت إلى الغلاف الجوي للكرة الأرضية. ومن شأن إرسال ثاني أكسيد الكبريت إلى الغلاف الجوي ورشه في الطبقات العليا للأرض أن يعكس طبعا الطبقات العليا للجو المحيط بالأرض، أن يعكس أشعة الشمس قبل وصولها إلى الأرض، أي أن ثاني أكسيد الكبريت سيعمل كمادة عاكسة ويخفف بذلك من درجة الحرارة بمعدل نصف درجة مئوية، وهذا المقدار كبير جدا في الميازين الدولية الخاصة بعلماء البيئة وجغرافية الأرض. طبعا درجة الحرارة أو ارتفاع درجة الحرارة في الكرة الأرضية يهدد الكثير من الدول، وذلك بسبب ذوبان ملايين الأطنان في القطبين الشمالي والجنوبي، وهذا الذوبان سيؤدي إلى حدوث ارتفاع في مياه المحيطات والبحار، ومن ثم هنالك بعض الدول ستمحى من الخارطة، أو بعض المدن وحتى بعض الدول، وقادم الأيام ينبئنا بالكثير. منطاش براءة اختراع، 91 بحث علمي، 13 كتاب علمي. نتكلم عن البروفيسور محسن اللامي. أهلا بيك دكتور، وتشرفنا بيك في برنامج العلم للجميع. الحقيقة اليوم نحب نطلع على براءة وحدة تركزنا عليها من براءاتك للثمانية عشر، وبالذات البراءة في المجال الطبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا دكتور، أتشرف أني بوجودي معكم. إن أهم الأشياء المهمة صحة المجتمع وصحة الإنسان بالذات، فلذلك راح أتحدث عن براءة اللي تتخص الأشعة السينية اللي تتعلق بصحة المريض. تمام.
عندما يأتي الإنسان ليأخذ أشعة حتى الدكتور يشوف العضو المصاب، أكو شيء يسمونه شبكة تصير تحت المريض عندما يأخذ أشعة الإكس راي، تحت مو فوق، تحته، لأن راح تأخذ الأشعة السينية الثانوية المتشتتة من جسم المريض حتى يشوفها الدكتور، وهاي بها يأخذ المريض جرعة إشعاعية. أنا حاولت أوصل إلى أحل مشكلتين. المشكلة الأولى اللي هي تعرض بالجرع، الإنسان يأخذ جرعة إشعاعية هواي، فقللت الجرعة الإشعاعية اللي يأخذها المريض، هاي واحدة. اثنين، خليت الصورة اللي يشوفها الدكتور صورة الأشعة السينية تكون صورة واضحة يقدر يستطيع الطبيب أن يقرأها ولا يحتاج إلى تكرارها مرة ثانية حتى يأخذ المريض جرعة أخرى ثانية. لذلك حليناها وبطريقة نانوية في النانو تكنولوجي. في النانو تكنولوجي. إذن براءة الاختراع هاي من صلب تخصصك. نعم دكتور، كتطبيقات نقدر نستخدمها في مؤسسات وزارة الصحة العراقية؟ نعم نقدر، تستطيع، خصوصا أنا أريد أطبقها عملي حاليا. بديت بالإجراءات، أنه رحت مديرية أو دائرة البحث والتطوير الصناعي اللي موجودة بوزارة الصناعة، وجاي أمشي بالإجراءات شلون أقدر أصنع هاي، بس يحتاج أنه جهة من تستثمر أنت هاي الصناعة، لازم أكو مستثمر يشتريها، يعني وزارة الصحة لازم تتعاقد وياها حتى تشتري هذا المنتج. هي فكرة الموضوع الشبكة أو الجريد هذه مبنية على امتصاص الفوتونات. نعم. كل ما تقدر تمتص الفوتونات الأشعة السينية المتشتتة اللي تدخل لجسم المريض وتخليها عدد أقل. أنا لعبت على هالمبدأ هذا، اللي هي أكو نسب بين الرصاص والألمنيوم اللي بالجريد العادية اللي يستخدمونها بالجهاز الإكس راي. تمام. أي أنا أقدر أفتح الجهاز كله أفسخه مال الإكس راي وأعرف أسوي عليه اختبارات توكيد الجودة. فالنسبة بين الرصاص والألمنيوم كلش حساسة هذا. لذلك استخدمت نموذج وراء عدة نموذجات طبعا فاشلة، يعني هواي استخدمت نموذج فشلت، لكن اللي نجح عندي أوكسيد الألمنيوم، استخدمته بدل الألمنيوم وبعض الشغلات الأسرار اللي اسمه. فعندي أجهزة خاصة بي تقيس الجرعة الإشعاعية، فوجدت أنه أنسب شيء. عندي أصدقاء أطباء قمت أشتغل بالعيادات مالتهم الأشعة السينية، وصلنا إلى نتيجة وأخذت براءة الاختراع بالأخير. رائع جدا دكتور. هاي البراءة صدرت من العراق لو من روسيا؟ هذه من العراق. من العراق. أي. عندك براءات أخرى من روسيا وما يسمى سابقا بالاتحاد السوفيتي؟ نعم. عندي أول وحدة أخذتها بروسيا كانت هي كاشف الأشعة الفوق البنفسجية، أخذتها كاشف جديد يعتمد على النانو، هو من الكواشف الوميضية ولكنها جديدة، فكرة جديدة. لم وين يطبق النانو؟ تطبق مثلا بالمجال الإشعاع بالطاقة الذرية، أنه إحنا عندنا طيف أشعة الكهرومغناطيسي، أخذت آني الفوق البنفسجية نجحت. من نجحت ما آني قلت للبروفيسور مالتي خلنا نأخذ مدى ثاني، أخذنا الإكس راي، صنعنا كاشف وأخذنا براءة اختراع بيمن بكاشف الأشعة السينية، بعدين صعدنا على أشعة جاما اللي ترددها أعلى وأخذنا كاشف بأشعة جاما. هذا الكاشف يعتبر من أهم الكواشف، لأنه إذا عندك مصادر مشعة هذا يقيس قد نسبة المصدر، ينطيك نسبة الإشعاع. نعم بالضبط، ينطيك يا بقيمة أي نجح. لكن يقول مطربة الحي لا تطرب، المنتج الوطني هو هاي بروسيا هسه. أي أخذناها بروسيا. الحي الروسي، مطربة الحي الروسي. لا لا هو هناك ناجح يمشي، بس ايه؟ احنا نريد بالعراق نطبقه، يعني يهمني بلدي، أنا أريد أطبق بالعراق. بالضبط. أي يعني 18 براءة كلها، خصوصا عندي براءة هاي كلش مهمة بالنفط والغاز، اللي هي معاملة النفاية المشعة طبيعية المنشأ اللي تطلع بالاستخراج مال النفط والغاز. فاكتشفنا طريقة كيميائية زين، وهم نستخدم نانو أو أشعة سينية وياها، بحيث نوصل أنه نقدر نفصل هاي التربة الملوثة، نقدر نسويها تربة نقية خالية من الإشعاع. أهل البصرة هسه يشكون من الشركات الاستكشاف وغيرها. أي حتى اتفقت أنه أكو 7000 برميل من التربة الملوثة، قلت لهم أنا على عاتقي أتعهد لكم هاي 7000 برميل، ممكن أسوي 500 برميل فقط.
7000 برميل قصدك على عموم معقولة؟ لا 7000 بس من مكان واحد. من مكان واحد؟ من مكان واحد. لا عندنا أطنان من النوع. مئات؟ لا آلاف الأطنان. آلاف الأطنان من النوع. نعم. هاي مو بس هنا، أكو بعكاشات بمعمل الفوسفات، أكو نورم هم من، لأن النورم يجينا منين المواد المشعة طبيعة نعم. المنشأ؟ يا إما من النفط، استخراج النفط والغاز، يا إما من الفوسفات. مبهو. شركة العامل الفوسفات اللي موجودة بالقائم هناك هم أكو أطنان من الفوسفات يطلع. كان أكو مشروع بلجيكي يطلع اليورانيوم يلو كيك ناتج عرضي، وأتذكر بال95 عبينا ببراميل وهذه وسلمناه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فبكل مجال يعني دكتور، حسب معلوماتك شركة الفوسفات تشتغل هسه حاليا؟ نعم تشتغل. انت تشتغل انتاجها مثل قبل يعني؟ لا طبعا تغير كلش طبعا. مو يعني اكو مراحل من الانتاج انضربت بال91، فالانتاج قل، حتى النوعيه الكواليتي هذه قلت. زين دكتور، العراق من يمكن من الخزين مال الفوسفات يعتبر من الدول العشرة دول العالم بالعالم في خزين الفوسفات، يعني ما يرجع الى ايام قبل يعني بديش الكثافه؟ يرجع، خصوصا اكو ماده اسمها الفوسفوجيبسون اللي هي هذا الناتج اللي نتحدث عنه الخطير، نقدر نقول النورمال بي المشع. ايضا حصلت من العراق براءه اختراع بخصوصه انه كيف نعالجه، بل عندي براءه اختراع مو فقط انه نعالجه ونستفاد من عنده زراعيا. حلو. اكو نبات ما يحضرني اسمه شويه صعب، بمصر دا يستخدمونه، يستخرج منه الدهن لعلاج الوجه البشره الهالي. خاف نبتة النيل وغيرها؟ لا فد اسم جامكا جامكا جوكو جوكو هيك اسم. اي فد يختلف. هذه عمر النبات عمره 15 الى من 10 الى 15 سنه. احنا نقدر نزرعها على الفوسفوجيبسم، يعني نجيب تربه نظيفه نخلي وياها الفوسفوجيبسم، النبات يمتصها هذه زين، الثمار ما يصير به حسب اكتشافنا احنا ودراساتك ودكتوراه وماجستير، انه من لطف رب العالمين بالبشر انه ما خلى الاشاع يصير بالثمار. يتركز بالاوراق. لذلك لذلك اذا تريد تشوف نبات به هو اشاع مثل لهانه، لان هو عباره عن ورق، فلذلك بالقرنابيط يكون أخطر من بقية، يصير أخطر من بقية النباتات. معلومة قيمة الحقيقة. أي. نعم. فالساق يعتبر ناقل ما يصير بإشعاع. إذن وين يتركز الإشعاع؟ يتركز بالجذور ويتركز بالأوراق، أما الثمار من لطف رب العالمين ما بيها شيء. لذلك إحنا نستفاد، نقدر نبيع هاي النبتة، نقدر نبيعها ونصنعها إلى. يعني دكتور هنا يتبادر سؤال. نعم. يعني الدول مثل إحنا نتذكر كنا مأساة تشيرنوبل. يعني الأشجار اللي شايلة ثمار بذاك الوقت، يعني من تعرضت للإشعاع الثمار ما دخل لها الإشعاع، فقط يدخل للورق والجذور. هنا صار اختلاف. هنا اختلاف. هنا اختلاف شلون؟ أنت من تجي تزرع شيء أو يجي النبات يمتص شيء من باطن الأرض إلى أن يصعده، وهذه هذا راح شي يصير، راح يصير ما يصير بالثمار، ما تتركز بالثمار. أما من تشيرنوبل مفاعل ينضرب فيتطافر وتتناثر كل الأشلاء على كل النباتات، وهذه طبعا راح تحمل بالهذه. اختلاف المصدر صار، أنا زرعت الجذر، يعني عملية شلون صايرة امتصاص وهذه وغربلة إلى أن توصل للثمار، فما توصل. اما شغله تشيرنوبل، لا تشيرنوبل من انفجار اعتيادي اثر على النباتات والحشائش لذلك احنا رحنا لاوكرانيا. من تروح انت تفحص لحد الان باقي على الحشيش اكو نشاط اشعاعي وعالي، ويبقى الاف السنين، ويبقى الاف السنين، لانه تعرف انت يعتمدون على الوقود النووي على اليورانيوم المخصب، لذلك عمره 10 او 9 اصفار. اي فيطول هذا الشيء. صحيح. زين دكتور العفو، باعتبارك بروفيسور دكتور في النانو تكنولوجي، كيف ترى مستقبل النانو تكنولوجي في العراق؟ أنا دا أشوف أكو فرق بحثية، إحنا التقينا بعض الأساتذة في هذا البرنامج، يعني دا أشوف أكو توجه نحو النانو تكنولوجي. باعتبارك المتخصص، شو تشوف يعني مستقبل النانو تكنولوجي بالعراق؟ يعني هذا السؤال جميل، خصوصا بالعراق دائما أسمع. المشكلة شنو؟ النانو دخلت هسه بالطب بالفيزياء بالكيمياء،
هواي اكو امراض سرطانيه تقدر تعالجها. احنا مشكلتنا فقط بالمختبرات، بالاجهزه اللي نستخدمها. ليش العراق ما بي مختبرات مثل مختبرات الخارج؟ يعني مثلا انا اكلف نفسي رحله وطياره الى بيلاروسيا او روسيا الى جامعه ومختبرات الجامعه، وادفع شيء يسمونه باللغه الروسيه استجاروفكا، يعني تدريب، اروح اتدرب شهر اسبوعين شهرين، لان الاجهزه اللي هناك اللي موجوده مع الاسف ما موجوده، معجل نيوتروني شغلات. دكتوركم مفارقه انت ثرتها هسه، العراق هو بلد الخيرات وعنده فائض مالي هسه حاليا والميزانيه ما شاء الله، بس رغم ذلك تشوف الدول اللي جوارنا دول فقيره، يعني نعتبرها ماديا فقيره وعايشه على المساعدات اغلبها، مثلا المملكه الاردنيه الهاشميه ولبنان غير دول، مع الاسف يعني افضل من عندنا. احنا نتمنى لهم الخير بالنانو تكنولوجيا، عندهم اجهزه، واحنا اهل الخيرات تلقى جامعاتنا تفتقر إلى مراكز بحوث النانو تكنولوجي، أو المراكز تفتقر إلى الأجهزة. يعني تلقى باحثين بس ما يلقون مكان يروح لإيران أو يروح لبنان أو للأردن على مود يكمل البحوث مالته، وإحنا أهل الخير وأهل الأموال وعندنا فائض مالي هسه يصل فوق 100 مليار. لأن لحد الآن السبب، لحد الآن الحكومات العراقية المتعاقبة ما مقتنعة بشيء اسمه علم أو وزارة التعليم، لأن إحنا من أضعف الدولة إذا تخصص ميزانية تلقى وزارة التعليم أقل مخصصات يخلولها. لذلك البلد ينبني بالعلم بعلماء بالشباب. إحنا عندنا المفروض يصير تبادل أدوار مثل ما كنا سابقا، حضرتك تسلم للراية أنا أسلمها لغيري، غيري يسلمها، هاي انقطعت. ماكو جيل وسطي بعد. الإنسان من يتقاعد يروح هو وخبرته، الشاب بعد ما يستفاد من عنده بالعراق. صحيح الشغلة صعبة وكبيرة، فلذلك احنا نتأمل انه دعم مراكز البحوث وبالذات في علم النانو تكنولوجي. احنا بنهاية هذا اللقاء دكتور الحقيقة انت اضئت هواية نقاط الحقيقة وبعض الزوايا المظلمة، فأتقدم جزيل الشكر الى البروفيسور الدكتور محسن اللامي، دكتوراه في النانو تكنولوجي و مخترع عراقي رائع. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم دكتور. شكرا. سابقا كنا نسمي اليابان بكوكب اليابان لما يتميز فيه هذه المملكة، مملكة اليابان، من علم سبق جميع دول العالم. اليوم نتكلم عن كوكب آخر، ألا وهو كوكب الصين. هذه الدولة الكبيرة التي استطاعت أن تصبح ثاني اقتصاد في العالم، ومن المتوقع أن تصبح الاقتصاد الأول في العالم بعد العام 2030. هذا الخبر من الصين. يقول خبرنا هذا: هل تتخلى الصين عن الأمهات عن طريق استخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي من خلال احتضانها للأجنة ورعايتها؟ قال باحثون في سوتشو بمقاطعة جيانغسو في الشرق الواقع شرق الصين أنهم طوروا نظام ذكاء اصطناعي يمكنه مراقبة الأجنة والعناية بها أثناء نموها لتصبح أجنة في بيئة رحم صناعي، حسب تقرير نشره موقع ساوث تشاينا مورنينج بوست. وتستطيع هذه الحاضنات التي تعتمد في عملها على الذكاء الصناعي أو ما يسمى Artificial Intelligence على رعاية عدد كبير من أجنة الحيوانات قيد الاختبار حاليا على الحيوانات طبعا في الوقت الحالي، حسب ما ذكرته النتائج المنشورة في مجلة الهندسة الطبية الحيوية الموسومة Review Journal of Biomedical Engineering last month. كل يوم يفاجئونا بخبر قد يكون مفرحا للبعض وقد يكون يعني مسيئا للبعض. الحمل هو هبة ربانية
وطبيعية للمرأة. الصينيون دخلوا هذا المجال ودخلوها في علم الذكاء الصناعي والحاضنات، ومستقبل الأيام سينبئنا بالكثير. الطاقة الكهربائية وبالذات في العراق هذا الملف الشائك، هنالك حلول كثيرة مطروحة على أرض الصحراء، ليست حلول تقليدية بل هي حلول استخدمتها أغلب دول العالم الطامحة للحياة والتي ترغب في حل مشاكل شعوبها. هنالك شدة إشعاع شمسي ساقط على العراق تصل إلى أكثر من 1200 واط على المتر المربع، وهنالك رياح رغم أن طاقة الرياح غير مستغلة في العراق. ولمعرفة سبب عدم استغلال هذا المصدر من الطاقة المتجددة ألا وهو طاقة الرياح، نستضيف هذا اليوم المهندس الاستشاري الأستاذ علي البير، مدير مركز الطاقة في وزارة العلوم والتكنولوجيا. أهلا وسهلا بك أستاذ علي، نورتنا، وهذا الموضوع كلش حيوي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا جناب الدكتور، الله يعطيك الصحة والعافية. طبعا الإجابة على هذا السؤال الكبير لابد من مقدمة. أولا طاقة الرياح يعني كتعريف لها بسيط هي الطاقة المستخرجة من حركة الرياح باستخدام عنفات الرياح. عنفات الرياح هي هاي الأجهزة اللي تحول المراوح نعم، اللي تحول حركة الرياح إلى حركة دائرية ميكانيكية لإنجاز شغل معين أو لإنتاج طاقة كهربائية إذا ما ربطت هذه العنفات بجير بوكس وبالترنيتر وأجهزة السيطرة. طبعا طاقة الرياح تعتبر من الطاقات المتجددة والوفيرة والمنتشرة في كافة أجزاء العالم، وهي متجددة ولا ينتج عن استخدامها أي ملوثات للبيئة. وشدة هذه الطاقة تختلف من موقع إلى آخر. إذا ما ربطت هذه العنفات قلنا بجير بوكس والترنيتر وأجهزة السيطرة أصبح توربين ريح. توربينات الريح على نوعين شائعين، هو توربينات الرياح ذات المحور الأفقي وتوربينات الرياح ذات المحور العمودي. بطبيعة الحال توربينات الرياح تعمل على شكل مزارع، تربط مجموعة من هذه التوربينات على شكل شبكة لإنتاج الكهرباء، مجاميع فتسمى مزرعة. ومزارع الرياح أكو برية اللي هي الأونشور، وتعتمد يعني على طاقة الرياح البرية اللي تعتبر يعني كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وحدة أو الوحدة وحدة الطاقة الكهربائية المنتجة من مزارع الريح البرية منافسة لكلفة إنتاج الطاقة من مصادر أحفورية. أيضا إذا ما استخدمنا توربينات الرياح واستخدمنا الرياح البحرية اللي أكثر استقرارا وثباتا، فراح تصبح عندنا مزارع ريح يسموها أوفشور بحرية. أيضا يعني كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية من هذه المزارع شوية أعلى من مزارع الرياح البرية، باعتبار الأماكن اللي تنصب بها وإجراءات الصيانة والإدامة إلها أكثر صعوبة. أحسن دكتور. أستاذ علي، باعتبارك مهندس استشاري وأفنيت كل شبابك ولو بعدك شاب إن شاء الله في هذا الموضوع اللي هو الطاقات المتجددة وطاقة الرياح، هنالك من يقول أن معدل سرعة الرياح في العراق على عموم العراق لا تتجاوز 3 متر في الثانية، وبذلك العراق كعموم لا يصلح لطاقة الرياح لأن السرعة الأدنى المطلوبة هي 5 متر بالثانية. نتمنى تجاوب. أنا عندي جواب الحقيقة. نعم. بس أنتظر جوابك. نعم إن شاء الله. طبعا كما تعرف دكتور بأن القدرة المنتجة من طاقة الرياح تتناسب طرديا مع مكعب سرعة الهواء.
مع مكعب سرعة الهواء. مع مكعب سرعة. فالعامل عامل سرعة الرياح أو سرعة الهواء في أي منطقة من العالم هو عامل مهم وأساسي في استخدام هذه التقنيات. إحنا إذا نجي إلى موضوع إدارة الطاقة المتجددة أو لإدارة مشروع طاقة متجددة أو للتخطيط لإنجاز مشروع وطني للطاقة المتجددة في أي بلد من العالم أو في العراق مثلا، حيث تسعى جميع دول العالم إلى تنويع مصادر الطاقة أولا، يعني دون الاعتماد على مصدر طاقة واحد لأسباب عديدة معروفة، منها العامل الاقتصادي، منها عامل أمن الطاقة، ومنها عامل الالتزامات الدولية ومساهمات الدولية في تخفيض الانبعاثات اللي وقع عليها العراق في اتفاق باريس. فحتى احنا نخطط صحيح لإنجاز مشروع وطني للطاقة المتجددة بصورة عامة أو لطاقة الرياح بصورة خاصة، لابد من توافر المبادئ الأساسية. حضرتك ذكرت من ضمنها اللي هي سرعة الرياح، طبعا مو بس هذا العامل، هذا العامل مهم، لكن أكو مبادئ أساسية يجب أن تتوفر في كل بلد من البلدان أو في أي منطقة من هذه المناطق لإنشاء هذا المشروع. غير السرعة نذكرها. غير سرعة الرياح. أول مبدأ هو الإرادة، كون الإرادة متوفرة وأكو قرار سياسي شجاع بإدخال مصادر الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي اللي يخدم التنمية. أحسنت. في أي بلد. أحسنت. هذا عامل مهم. هذا في كل شيء، ليس فقط في في ملف الطاقة الشمسية وفي ملف الرياح. أكيدا دكتور. فعامل يعني توفر الإرادة شيء أساسي، حضور الإرادة والقرار السياسي. ثانيا مسألة مهمة جدا اللي هي تقييم مصادر الطاقة. إحنا شلون نقيم مصادر الطاقة، طاقة الرياح في العراق مثلا؟ لابد من إنجاز مشروع في هذا المجال. بالحقيقة في العراق أنجز هذا المشروع، وعندما نذكر مشروع تقييم طاقة الرياح في العراق فنحن نقصد إنجاز مشروع أطلس الرياح العراقي. بالضبط، جغرافية الرياح. جغرافية الرياح. أطلس الرياح العراقي أنجز بالتعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا وبرنامج الأمم المتحدة الـ UNDP والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ريكري، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي جيف. حاليا أطلس الرياح العراقي هو نازل ضمن الـ Global Wind Atlas العالمي، ومتاح لأي شخص أو لأي مستثمر بأنه يدخل، يعني مجاني. دكتور بهاي النقطة نتوقف هنا. أريدك تذكر لي أماكن محددة في العراق صالحة للرياح طوال العام، لأن إحنا أغلب المناطق في موسم محدد عندنا سرعة عالية. حتى في بغداد عندنا في أبو غريف بعض المناطق مناطق المفتوحة خاصة في شارع حزيران ترتفع بالضبط. أكو سرعة عالية. أريد مناطق بالعراق مثل ألمانيا. احنا زرنا ألمانيا، شفنا مزارع الرياح هائلة. كل هائلة بحرية وبرية. صعدنا إلى واحدة من التوربينات الرياح ارتفاعها كان 125 متر الحقيقة، وتولد 5 ميجا وغرفة كاملة مال سيطرة فوق يم المروحة. يعني فيمتى نوصل لهالمستوى في الأماكن التي تلبي السرعة الدنيا لطاقة الرياح عموم العام؟ احنا بعد ما انجزنا اطلس الرياح العراقي خلينا نسميه، شخصنا كل العراق، كل مناطق العراق، كل محافظاته. شلون تم تشخيصها؟ تم تشخيصها بتنصيب ابراج انوائيه في كل محافظات العراق تقريبا. هاي الابراج الانوائيه على ارتفاع 50 متر وبها متحسسات لسرعة واتجاه الرياح، بالإضافة إلى درجة الحرارة والرطوبة النسبية وبقية المتحسسات. النتائج إيش كان؟ شنو النتائج؟ كان يعني هو أعلن الأطلس وحاليا موجود. أكو مناطق أو مكامن لرياح مستمرة، خلينا نقول تقريبا رياح. على ممرات رياح على طول السنة في بعض المناطق، لكن هذه المناطق يعني لازم تقيم. أكو مشروع آخر يسموه تقييم جاهزية، تقييم جاهزية هذه المناطق. دكتور يمتى هذا يصير؟ إذا إحنا لحد الآن ما مسوين تقييم جاهزية. هذا المشروع، مشروع تقييم جاهزية العراق لاستخدام طاقة الرياح،
هذا بدا المشروع عام 2014 بعد ما صار الاطلس، اطلس الرياح العراقي زي. وحددت هذه المناطق. كم سنه يحتاج بعد؟ احنا يعني شنو نقصد بتقييم جاهزيه؟ غير المتطلبات اللوجستيه لمكامن ولممرات الرياح اللي انت تقصدها، انت اللي موجوده في علي الغربي، في سماوة، منطقه الشهابي خاصه. نعم. تصل سرعة رياح جيده، يعني جيدة. 8 متر بير سكند تقريبا. نعم. معدل تقريبا طوال العام 8 على ارتفاع، ما يخالف الارتفاع. يعني نقدر احنا نسوي مجمع كبير هناك ينتج لنا 1000 ميجا. نعم. انا جايك يعني خلال الكيبلات. صحيح. انا جايك بهذا، هو تقييم جاهزيه العراق بصوره عامه وهذه المنطقه بصوره خاصه. نعم. تحتاج الى دعم لوجستي مثلا حتى احنا نوصل المعدات الكبيره. حضرتك قلت في المانيا يستخدمون توربينات ريح سعه 5 ميجا بالهليكوبتر كله. نعم. فهذه العنفه مالتها مو اقل من 50 متر طول. هاي تحتاج الى طرق، الى جسور، الى سكه حديد احتمال، الى مطار اذا مناطق قريبه تحتاج الى ميناء. بالهليكوبتر، بالهليكوبتر، هو النقل كله بالهليكوبتر. نعم. تحتاج انه يكون خطوط الشبكة الكهربائية نوعا ما قريبة. دكتور انت قلت حكاية قيمة. نعم. لو اكو ارادة هاي كلها توفرت. نعم. صحيح. فلازم احنا نوفر كل مصادر الدعم اللوجستي لهذه الاماكن اولا. دكتور أولاً. أنا محتاج كل واط. نعم. كل واط. نعم. محتاجة بالعراق. نعم. بتلاحظ هاي الايام هسه. نعم. بسبب انقطاع الغاز الايراني الحقيقة. نعم. شحب الكهرباء. فقدنا 6500 ميجا واط. نعم. يعني إلى متى يبقى هذا الملف؟ أنا أشتغل بحلول متوازية. نعم. طاقة شمسية. نعم. طاقة رياح. نعم. جيوثيرمال. نعم. كل مصادر الطاقة، كل مصادر الطاقة. نعم. وبالذات خلية طاقة الرياح الطاقة الكل. نعم. أنت ذكرت هسه معلومة قيمة جدا. نعم. الحقيقة أنت تتوقع السرعة جوا 6 متر الثانية. نعم. في الشهابي، لأن في يوم ما ناقشنا طالب دكتوراه على. نعم. جغرافية الرياح في جامعة بغداد الحقيقة. نعم. وذكر منطقة الشهابي، وأكو أعتقد أكو هناك برج إنوائي وعندنا محطة مال اختبارات. زين. نعم. شنو المانع ما ننصب مزرعة من الرياح في منطقة الشهابي ومنطقة علي الغربي، تجهزنا على الأقل بألف ميجا. نعم. خاصة أنه المنطقة المقابلة في الجانب الإيراني. نعم. توجد محطة عمرها أكثر من 20 سنة وتشتغل نفس هذا الممر الهوائي. شكرا. ينتجون بالله ما أعرف بالضبط، المحطة قديمة وتستخدم توربينات رياح صغيرة متوسطة الحجم، ليست صغيرة لكن عددها كبير، قلنا احنا مزرعة. ما أعرف بالضبط، احنا ما زرناها. الدكتور مجربة يعني نفس الممر الهوائي. نعم. الجانب الإيراني. نعم. ناصبين محطة ويولدون طاقة. نعم. كهربائية وطاقة مجانية. نعم. وبعيدة عن السكان على مول الضوضاء. نعم. صح لو لا؟ أكيدا. إذن احنا عندنا ممر رياح. نعم. إذن في هذه المنطقة. إذن اللي يقول. نعم. انه العراق غير صالح لطاقه الرياح، نقول له لا. نعم. معدل عموم العراق صحيح، اقل من 3 سرعه الرياح، بس اكو بعض المناطق. نعم. انا ما احتاج كل العراق، انا احتاج اضخ للشبكه. تمام. يعني اذا انا اضخ من منطقه الشهابي. نعم. على خطوط ال 400 او خطوط. نعم. ال 132. نعم. كيلو فولت بحساب داخل كل العراق، ما يهمني المكان. تمام. نعم. احنا دكتور بدنا نحكي على المبادئ الاساسيه الواجب توفرها للتخطيط لإنشاء مشروع طاقة متجددة في العراق أو طاقة رياح في العراق. من ضمن المبادئ الأساسية هو وجود هيئة أو وزارة أو شركة مختصة مركزية مستقلة لقيادة وتنظيم هذا القطاع. لحد الآن هذا القطاع ما مخدوم بجهة مركزية. دكتور اكو قسم في وزارة الكهرباء، قسم الطاقات المتجددة. نعم. وطاقة الرياح. نعم. تعتبر أحد الطاقات المتجددة. إذن أكو قسم افتتح يمكن أعتقد قبل 3 سنوات أو كذا في وزارة الكهرباء. نعم. قسم. نعم. الطاقات المتجددة. كثير من الوزارات عندها أقسام، حتى وزارة النفط، حتى وزارة الصناعة عندها مركز، حتى التعليم العالي، حتى التعليم أقسام. العالي عندهم أقسام هندسية في الطاقة. نعم. المتجددة في الجامعات، في يعني مراكز. يعني سامع يقول أسمع. نعم. جعجعة ولا. نعم. أرى طحنا. نعم. يعني. نعم. مع الأسف أسب العراق حاليا إحنا شقد نحصد كطاقة كهربائية من طاقة الرياح دكتور؟ توربينات رياح بسيطة لأغراض بحثية ولغير إنتاج الطاقة الكهربائية أو لإنتاج. يعني مع الأسف. مع الأسف طبعاً. أكو هناك يعني عدد من المشاريع لسحب المياه الجوفية تستخدم المحطات الهجينة، محطات شمسية زائد
توربينات رياح، لكن توربينات رياح صغيرة يعني 2 كيلوات إلى حد 4-5 كيلوات. نعم ما عندنا يعني توربين يعمل بطاقة 500 كيلوات. حقيقة التجربة السورية رغم الحرب اللي تمر بيها نعم قدروا ينتجون توربينات رياح وزعانف تصل إلى 50 متر نعم. طول الزعنفة نعم. ونصبوها نعم. في مجمعات أو أكيد. مزارع رغم أنه دولة محاصرة. الحاجة هم الاختراع دكتور، بس أكو إرادة. أكو إرادة أكو، إحنا قلنا المبدأ الأساسي الأول أكو إرادة. حاليا إحنا في دولة الإعمار نعم. والحكومة الجديدة إن شاء الله يعني هذا الملف دكتور لازم ينحسم الحقيقة. يعني إحنا الهدف من هذا البرنامج هو إلقاء بعض الأحجار في برك في البرك الراكدة لغرض نعم. يعني يطلع على هذا البرنامج تحريك هذا الموضوع تحريكات نعم. دكتور عندك نعم. معلومات أنا أعرف هواية حول هذا الموضوع لأن متناقش وياك نعم. أتمنى يعني تتحفنا بها نعم. نعم من المبادئ الأساسية الأخرى غير وجود هاي الهيئة المستقلة وجود قانون ينظم هذا القطاع. ومن نقول القانون نقصد مجموعة من التشريعات والمتطلبات الأخرى مثل قوانين للاستثمار مثل قوانين للدعم مثل قوانين للتنظيم هذا القطاع. يعني احنا ما نقدر يعني نسوي محطة استثمارية إذا ما عندنا قانون استثماري مشجع للجهات الخارجية حتى تجي تستثمر في هذا القطاع. أيضا لازم أكو قوانين للإعفاء الجمركي وللإعفاء الضريبي للأجهزة والمعدات الداخلة في تصنيع توربينات الرياح ودخولها إلى الأسواق العراقية. أيضا من المبادئ الأساسية الواجب توفرها لإنجاز هذا المشروع غير القوانين اللي هي متطلبات الربط. أكو لازم عندنا إحنا متطلبات ربط هذه المصادر الطاقة بالشبكة الكهربائية. دكتور إحنا العفو أستاذ علي نعم. إحنا طيلة هاي الفترة نعم يعني ما سوينا هاي الشغلات متطلبات الربط. عندنا آلاف آلاف الباحثين نعم. مئات المختصين هسه احنا دا نطرحها بهذا البرنامج نعم. لغرض يسووها نعم. لا هي موجودة يعني هي موجودة غريب يعني موجودة. أنا أشوف شيء غريب يعني نعم. ومؤلم موجودة. في نفس الوقت نعم. يعني لماذا لم تستغل طاقة الرياح علما أنه هنالك ممرات رياح مثلا في الشهابي نعم. الجانب الإيراني نعم. مستغل هذا الممر مال الرياح والرياح نفسها نعم. اللي تمر على التوربينات تجي علينا نعم. احنا ماكو توربينات واحنا بأمس الحاجة للطاقة نعم. الكهربائية نعم. هناك تخوف من ربط هذه المعدات او هذه المصادر الصغيرة في الشبكة المحلية او في شبكة في الشبكة الوطنية الكهربائية ولازم تتحقق متطلبات كثيرة لإدخال هذه المصادر إلى الشبكة. هاي شغلات فنية أستاذ. هاي شغلات فنية. شغلات نعم. فنية هي نفس التردد ونفس الفولتية نعم. ونفس الزاوية وهاي نعم. كلها معروفة. هاي شغلات فنية جهاز كامل. أكيد. يربط بس قصدي نعم. إنه الإرادة وينها؟ ايه؟ الإرادة لتنفيذ مشاريع طاقة الرياح نعم. في مكامن الرياح نعم. أو المناطق. المرشحة المرشحة وهي أكو دراسات كاملة على هذا الموضوع ولحد الآن احنا نقول يجب أن تتوفر. يعني ما تشوف الموضوع مؤلم مؤلم جدا وأيضا من المبادئ الأخرى الواجب توفرها للشروع بهذا المشروع هو إعداد استراتيجية واختيار سياسات طاقية لإدخال هذه المصادر. يعني شنو الاستراتيجية؟ يعني ما نسبة ما ينتجه توربين الريح بالنسبة إلى ما تنتجه محطة يعني تشتغل على وقود الغاز أو وقود أحفوري. يعني ما نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة مهما تكون مهما تكون النسبة نعم. العراق يمر نعم. في مرحلة يعتبر هسه الدولة العاشرة بالعالم نعم. وراء أو دولة رقم 11 وراء روسيا نعم. في تلويث أجواء العالم بحرق الغاز المصاحب نعم. فأني الطاقة المتجددة مهما تكون نعم. يعني حتى لو 10% نعم. من المحطة اللي يتعوض عنها نعم. أني طاقة نظيفة. احنا أنجزنا العشرات بل المئات من البحوث والدراسات في هذا المجال لكن احنا يعني مهمتنا إنجاز بحث أو إنجاز دراسة اللي يكملنا المؤسسات التنفيذية الأخرى
يعني احنا ليش قلنا لابد من وجود هيئة مستقلة لان تقود هذا النشاط، حتى هي تقود هذا النشاط، تقول انت جهة مستفيدة، انتو جهات مشاركين، انتو جهات منتجين. لابد من وجود هذه الهيئة. الجانب البحثي تعرف دكتور، يعني جانب البحثي او جانب الريادي هو جانب يعني بسيط، ينطيك حلول بسيطة، لكن اللي يكمل البحث هي الجهات التنفيذية او جهات اصحاب القرار. دكتور حقيقة مع الإجابة على هذا السؤال المؤلم، والإجابة كانت مؤلمة أكثر، يعني حول لماذا لا يستغل العراق طاقة الرياح وهو بأمس الحاجة لكل واط من الطاقة الكهربائية. كنت أستاذ علي البير المهندس الاستشاري مدير الطاقة، مدير دائرة الطاقة في وزارة الطاقة. العلوم مركز الطاقة في وزارة العلوم والتكنولوجيا. كنا ضيف عزيز، أنرت بعض النقاط الحقيقة اللي نتمنى أنه يعني في لقاء آخر نقول إحنا حققنا شيء في بحوث الطاقة. أعزائي المشاهدين، مع هذا السؤال المؤلم، لماذا لا يستغل العراق هذه الطاقة المتجددة التي تغنينا عن التلوث وتضيف كثير من الميجاوات إلى الشبكة الوطنية العراقية ونحن بأمس الحاجة لها، نكون قد أنهينا حلقة جديدة من برنامج العلم للجميع. نلتقيكم بحلقات جديدة نتمنى أن تكون مشوقة، والسلام عليكم ورحمة الله جزاكم الله خير، وإن شاء الله أجركم مضاعف أنكم في هذه الظروف الجوية الصعبة تحضرون الدرس. حقيقة هو يعني أقل ما نقدمه شكرا لله تعالى على نعمه، ومنها نعمة التوفيق لطلب العلم والتفقه في علم أهل البيت سلام الله عليه يعني. فأقل ما نقدمه أن نتحمل هذه الصعوبات ونواصل تحصيلنا للدرس، وأقل أيضا أقل امتحان نتجاوزه لتحمل مسؤولياتنا كحوزة علمية، مسؤولياتنا واسعة. فإذا كنا من الغبار ننهزم ومن أمثالها، أعتقد هذا يكشف عن يعني لا أريد أن أعبر بتعابير قاسية، لكن والله أستحي أسمع أبو الغاز يمشي بالشارع بهاي الظروف في طلب العيش ونحن نتثاقل عن الدرس ولا نحظى مسافة الطريق، وتيجي تقعد هذا بالشارع المسكين يقضي ساعات. لقد أدهى من ذلك إذا رأيتم شريط فيديو لأبطال المقاتلين على الحدود، أنت بالمدينة الآن وفي وسط أبنية وتنهزم من الغبار، تخيل هؤلاء المقاتلين يدافعون عنك وعن مقدساتك في الصحراء الغربية اللي هي أصل العاصفة، تقلعت خيامهم، شفتوا يمكن فيديو منشور أكل الحال.